السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساكم كل خير، معكم أخوكم مصطفى قحطاني بموقع التقني بالحدود. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نسوي لكم استعراض للسماعة سامسونج ليفل أون وايرلس. طبعا هذه النسخة الثانية من سلسلة سماعات ليفل أون. طبعا هذه السماعة تطورت بشكل ملحوظ عن ما هو موجود في النسخة السابقة، لعل أبرز الأشياء أنها أصبحت لاسلكية. السماعة هذه راح تكون متوفرة بعدد من الألوان، أبيض الأحمر أزرق وأيضا اللون الأسود، وراح تكلفك 249 دولار أمريكي، متوافقة مع عدد كثير من الأجهزة طالما أنه جهازك يدعم تقنية بلوتوث ولها تطبيق خاص بها. لكن هل تستحق الاقتناء؟ تابعونا في هذا الفيديو. نبدأ مع التصميم وجودة التصنيع. هذه السماعة تأتي بجودة تصنيع وتصميم جميل. طبعا هي مادة البلاستيك، والخطوط الفضية اللي انت قاعد تشوفها هي من مادة الكروم. سماعة قابلة للطي، وهذا الشيء كويس للأشخاص اللي يحبون يحطون السماعة في مكان صغير، ما يحبون ان السماعة تاخذ مساحة كبيرة. طبعا طريقة تصميم السماعة مألوفة جدا اذا كنت متخصص في عالم السماعات. بالنسبة للوسائد الخاصة بالاذن للسماعة فإنها جدا مريحة، استخدمتها لساعة طويلة من الاستماع إلى الملفات الصوتية، ما واجهت فيها مشاكل نهائيا. في حرارة لكن ما راح تحس هذه الحرارة إلا بعد استخدامك لهذه السماعة لساعات طويلة. طبعا السماعة تدعم الاقتران من خلال تقنية البلوتوث النسخة الثالثة، ومن خلال تقنية الNFC في هذه الجهة تحديدا. فإذا كان عندك هاتف اندرويد فبإمكانك الاقتران وبكل سهولة من خلال لمس هذه الجهة. أما الجهة هذه فهذه الخاصة بالتحكم بالملفات الموسيقية أو الملفات الصوتية. فمثل ما شفنا في البارت زيك، هنا بإمكانك رفع الصوت من خلال القيام بهذه الحركة أو خفض الصوت من الأعلى إلى الأسفل، الانتقال ما بين أو من وإلى الملفات الصوتية من اليمين أو إلى اليسار، النقر مرة واحدة أو النقر مرة أخرى، يقوم بتشغيل أو إيقاف الملفات الصوتية. إذا علقت لمدة 3 ثواني فراح يفعل لك اللي هو المساعد الشخصي الاس فويس، وهذا خاص بأجهزة السامسونج. فهذا فيما يخص بسماعة الجهة اليمنى والجهة اليسرى. بالنسبة للمنافذ والازرار، فمن هذا الجهة راح تشوف منفذ صغير للميكروفون، المنفذ صوتي 3.5 ملم، الصندوق راح يجي منه كيبل خاص اذا حبيت تستمع بالملفات الصوتية من خلال وصلة. طبعا عندك مايكرو اس بي 2.0 ومنفذ اخر للميكروفون، واعتقد انه هذا خاص بالعزل الصوتي. طبعا هذا المايكرو اس بي خاص بشحن السماعة. من هنا تفعيل او الغاء خيار الاي ان سي الخاص بالاكتيف نويز كانسليشن بتفعيل العزل الصوتي او بالغائه. من هنا راح تشوف تشغيل السماعة أو إطفائها أو تفعيل تقنية البلوتوث بشكل كامل من خلال الذهاب إلى جهة أو أيقونة البلوتوث والتعليق عليها لمدة 5 ثواني، ومن هنا إنارة LED تبين لك حالة البطارية وحالة الاقتران مع هذه السماعة. هذا فيما يخص بالتصميم وجودة التصنيع الخاصة بهذه السماعة. ننتقل إلى الأداء، وأقصد جودة الصوت والبطارية لليفل أون. بالنسبة للبطارية، فالسامسونج ذكرت لنا أنه البطارية راح تصمد إلى 11 ساعة مع تفعيل خيار العزل الصوتي. من دون هذا الخيار ممكن تصمد معك إلى 23 ساعة. من تجربتنا وجدنا أنه الأرقام اللي حققتها سامسونج أو سماعة سامسونج قريبة جدا مما ذكرتها في موقعها الرسمي. بالمختصر المفيد أن البطارية جدا ممتازة. بالنسبة للصوت الخاص بهذه السماعة، فالصوت أو هذه السماعة مزودة معرف صوتي 40 mm. النوتات العالية كانت جودة الصوت جدا ممتازة. النوتات المتوسطة أو المنخفضة تحديدا راح يكون الصوت فيها جيد جدا لكنها ليست الأفضل. نفس الشيء ينطبق على العزل الصوتي، جيد جدا لكن مستوى العزل ليس قوي جدا مقارنة بعدد من المنافسين. جودة المكالمات جدا ممتازة من خلال هذه السماعة، فيها عزل قاعد يعطي أداء جيد جدا من خلال جودة المكالمات. طبعا للحصول على تجربة أفضل، وهذا طبعا شيء ينطبق على
كامل أو كافة السماعات اللي تعمل بشكل لاسلكي بإمكانك وصلها من خلال منفذ 3.5 ملم للحصول على جودة صوت أفضل، وهذا رأيي الشخصي. هذا فيما يخص بالصوت والبطارية. بالنسبة للتطبيق الخاص بهذه السماعة، هذا هو التطبيق الخاص بسامسونج ليفل اون. من هنا تقدر تتحكم في عدد كثير من الخيارات الخاصة بهذه السماعة. هذه الواجهة الرئيسية واللي ممكن تتحكم بوضعيات الخاصة بالصوتيات، وأيضا بموازنة الصوت ما بين الأذن اليمنى والأذن اليسرى. من هنا تقدر تفعل التنبيهات، فمن هنا تقدر تتحكم بالتنبيهات اللي تحب أنها توصل لك. فممكن تروح للفيفوريت أبس وتتحكم بنظام التنبيهات. من هنا تقدر تفعل يوتيوب، الكاميرا وغيرها من هذه الأشياء. هنا تقدر تشوف حالة البطارية، ومن هنا تقدر تشوف أنه يقول لك أنه في أن خاصية العدل الصوتي مفعلة على هذه السماعة. فهذا فيما يخص بالتطبيق لسماعة سامسونج ليفل اون. سماعة أشوفها جيدة جدا الصراحة، وأفضل بكثير مما هو موجود في النسخة الأولى، وخاصة أنها أو مشكلة النسخة الأولى أنها كانت محددة لأجهزة سامسونج، لكن سامسونج مع النسخة الثانية فتحت المجال لبقية الهواتف الأندرويد الأخرى، فهذا شيء كويس. فهذا فيما يخص بسماعة سامسونج ليفل اون. نشوفكم على خير إن شاء الله، مع السلامة.